يقول أبو العتاهية مقولته: ألا ليت الشباب يعود يوما. أخبروا ذلك الشاعر بأن المشيب حضر، وحضرت معه نظرة جديدة للحياة مليئة بالجمال، وبأني كبرت وكبر معي الأمل والنضوج، كبر معي الفرح وكبرت نظرتي للحياة، وعلمت أن الحياة ابتسامة، ابتسامة رضا، ابتسامة صبر، ابتسامة فرح. الحياة لا تنحصر في مرحلة الشباب، قد تكون تلك مرحلة قوة الجسد، لكن قوة النفس وقوة الخبرة في المرحلة التي تليها. في هذه المرحلة تكون قد تحققت الأمنيات وقلت المسؤوليات وزاد ارتباطك بالله. أنت فيها أشبه بطائر حر يرفرف بجناحيه في فضاء رحب، وتنظر بتأمل لمراحل عمرك بين الألم والفرح. فالعمر لا يقاس ببياض الشعر ولا تحكمه ملامح الوجه، فهذه الخطوط والقسمات على وجهك ما هي إلا خارطة طريق رائعة لزمن قطعته بحلوه ومره. أنا فخور بالحقبة التي قطعتها من عمري، وسعيد بهذه المرحلة، مرحلة التأمل، مرحلة الارتياح، مرحلة اليقين والقناعة. فيا رب وفقنا لاستثمار هذه المرحلة من عمرنا في طاعتك وحسن عبادتك، ويا الله وفقنا للاستفادة من خبرتنا وإفادة غيرنا بها، ووفقنا للرضا والابتسامة والشعور بالسعادة وإسعاد من حولنا. ويا كريم احفظ لنا أسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا. يا رب وفقنا لشكرك وذكرك وحسن عبادتك.